السلام عليكم. اليوم راح احكي على اختبار جيرم تيوب. الجيرم تيوب هو اختبار تفريقي للكانديدا البيكانس، يعني يفرقها عن باقي انواع اليست. هسه راح نشوف طريقه العمل. مسحه من الاذن، باحه اخذتها اير سواب، زرعتها على بلاد اجار ومكونكي اجار. اليوم راح اشوف النتائج مالتها. على المكونكي نو جروث، ماكو اي نمو. هسه نشوف البلاد اجار. على البلاد أجار مستعمرات ناعمة صغيرة، إذن هي جرام بوزيتيف بكتيريا أو ييست. والشي اللي أكد أنه ماكو نمو على المكونكي أجار، معناها الموضوع أصلا مو جرام نيجاتيف، أما جرام بوزيتيف أو ييست. فأسوي لها سمبل ستين، يعني سلايد، مو جرام ستين كامل، سمبل ستين صبغة واحدة، لأنه أنا عرفت هي مو جرام نيجاتيف، فبعد ما أحتاج اللون، أحتاج فقط شكل الخلية وترتيبها. أخذ قطرة من نورمال سلاين أو ديسل ووتر، أخليها على السلايد، وأخذ من المستعمرات مال المايكرو أورغانيزم اللي أنا أريد أعرفها شنو باللوب، وأمزجها بالقطرة اللي خليتها على السلايد. أوزعها على مكان بالسلايد، افرشها، واخليها لحد ما تجف حتى اثبتها، اسوي لها فيكسيشن. هسه بعد ما جفت اسوي لها الفيكسيشن، تلهيب اسوي لها فليمينج، ثبتت العينة على السلايد. هسه اصبغها، قلنا نخلي لون واحد من الصبغات، اي شي يعني، اني ما احتاج اللون لانه ادري بها هي اما جرام بوزيتيف او ييست، يعني مو جرام نيجاتيف، فاختار صبغة واحدة من الصبغات اخليها. هذا كريستال فايوليت، لونه ازرق، اخليه لمدة دقيقتين او دقيقة، كلش كافي، دقيقة كافي. أغمر السلايد اللي وزعت عليه المستعمرات مال المايكرو أورغانيزم، ورا الوقت أغسله بالتاب ووتر حتى أزيل بقايا الصبغة الزائدة، تبقى فقط الكولوني ملونة. هسا أتركه يجف أيضا حتى افحصه. بعد ما جف فحصت على الاويل اميرجن، طلعت عندي ايست، هاي اشكال الييست وبها بادينج تبرعم، ييست بشكل عام. هاي راح اكبرها ليستاي، وطالعة من عندها البادينج مالتها البرعم. هسا اني عرفت هي ييست بشكل عام، فلازم اسوي لها اما ابي كانديدا حتى اعرف شنو نوعها، او اسوي لها جيرم تيوب اللي هو اختبار اليوم. اخذ باللوب من المستعمرات مال المايكرو اورغانيزم، واخليها بالتيوب بي سيرام، هيومن سيرام، امزجها حتى تتجانس. واخليه للتيوب بالحاضنة درجة حرارة 37 لمدة تتراوح بين ساعتين الى 4 ساعات. هسه بعد المدة طلع للتيوب واسوي من عنده سلايد، افحص على العدسة 40، اشوف هاي هي كانديدا البيكانس لانه سوت جيرم تيوب. هاي الخلايا الدائرية هي المذر سيل، خلايا الام، وطالع من ادها تيوب.
هذا جيرم تيوب، وهذا هو الدليل على أنه هي كانديدا البيكانس. تابعوني على صفحتي العامة على الفيسبوك وعلى قناتي على اليوتيوب البكتيريولوجيست زكريا يحيى يونس.